Note that the direction of the toes of your feet is towards the Qibla, and that your feet also have the same straight stance facing Qibla. In between both feet, there should be a minimum span of 4 fingers of the hands. Make your intention. Allahu Akbar. When you raise your hands, make sure they are level with your earlobes. The palms should be facing towards the Qibla. Then, using the thumb and the little finger of your right hand, wrap around the wrist of your left hand. You should then spread out the 3 remaining fingers of your right hand onto the left wrist. You should stand upright and your eyes should be focused on the spot where you make your sajda. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Recite the first chapter of the Quran, the opening. سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Then recite any other chapter from the Quran. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. Then stand for the second unit of prayer. Second raka'a. Recite the first chapter of the Quran, the opening. سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Then recite any other chapter from the Quran. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul a'udhu bi Rabbil Falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ
ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.